السلام عليكم واهلا بكم. هنتكلم تاني وتالت وعاشر في موضوع الضيوف او اللاجئين. انا عارف انه في ناس ما بتحبش تسميهم ضيوف وبتحب تسميهم لاجئين على اساس ان كلمة لاجئين معبرة اكتر، انه حد داخلك مش بارادتك، هو حد داخلك غصب عنك، بس هو في نفس الوقت برضو غصب عنه للامانة يعني، او في معظمهم او في عدد منهم غصب عنه. ولكن انا دايما بحب استخدم المصطلح الحكومي الرسمي ان هم ضيوف، علشان هم مهما قعدوا لازم يمشوا، فخلينا نستخدم المصطلح الرسمي اللي هم ضيوف. احنا عندنا ضيوف في مصر من 2011، الازمة تفاقمت وبدأت الناس صوتها يطلع ويتكتلوا ويتفقوا على رفض هذا الوجود، يمكن بزيادة قوي من السنة اللي فاتت. من كام سنة كان في مشاكل طبعا مع الإخوة المصريين اللي بيعانوا من مشاكل خاصة مع السوريين تحديدا، لأنه احنا عارفين ان السوريين في معظمهم هم ناس بيدعوا المسالمة، هم انا بشوفهم شوية كده أخبث من اليهود يعني، هو يعرف يبلفك ويلبسك السلطانية ويعرف ياخد منك اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت هو بيخزوقك من غير ما انت تاخد بالك. يعني انا كنت قلت قصة قبل كده، خليني احكيها تاني لانه اكيد مش كل الناس برضو كانت موجودة وقتها، وهي انه رواية من صديق ليا اثق فيه بيتكلم عن شركة تشطيبات معمارية، مكتب مش شركة يعني، مكتب تشطيبات معمارية موجود في اسكندرية هنا، في مجموعة من الصناعية اللي بياخدوا شقق وفلل وشاليهات بيجددوها او بيشطبوها من اول وجديد. صاحب الشركة بيحكي انه وهم شغالين جالهم اتنين سوريين عايزين يشتغلوا عندهم، فالناس اللي معاه قالوا مفيش مكان، يعني احنا مش محتاجين صناعية، احنا عندنا العدد بزيادة ومكفيين شغلنا. فالراجل قال يعني معلش الناس دي سايبة بلدها وظروفها صعبة، فما يجراش حاجة لما نشغلهم وكله بيجي برزقه، وشغل الاتنين دول فعلا، خلصوا معاه مصيف والشتاء وسابوا الشغل. الراجل ده بياخد شاليهات في مناطق ساحلية من العجمي كده وطالع في الساحل الشمالي، في ناس بتجدد شققها وشاليهاتها وفيلاتها كل سنة حتى لو هيعمل فيها حاجة بسيطة يعني. المهم انه جه الصيف الجديد منتظر الناس تتصل بيه عشان خاطر الشغل زي كل سنة، لأن الناس ما بتتصلش. ليه ما بتتصلش؟ هم الناس دي ما جددوش شغلهم يعني؟ ولا السنة دي كلهم اتفقوا ان هم ما يجددوش شاليهاتهم او شققهم او فلالهم؟ الموضوع كان مغيب وكان غريب، فالراجل بدأ يدور على اصل الحكاية، بدأ يتصل بالناس، ايه فين الشغل، مش ناويين تجددوا ولا لسه ما جتوش ولا فاتفاجئ انه كل غدود اللي بتجيله من الناس اللي كان مشغل معاها بقالهم سنين طويلة، لا يا عم محمود ده انت طلعت غالي علينا، ده الجماعة اللي انت بعتهم السنة اللي فاتت يشتغلوا اتفقوا معانا ان هم ياخدوا الشاليهات تشطيب وتجديد بأقل من السعر اللي انت بتعرضه علينا. الكلام ده انا اثق في مدى مصداقيته، وانا من علمي بالناس دي بقولك انه الكلام ده سليم وصحيح وحقيقي. هو ما عملش مشكلة، هو ما اتخانقش معاك، هو دخل الدحلب لحد ما وصل للعملاء بتوعك اللي انت بعته عندهم وخدهم منك، والبس انت بقى يا حلو. يعني انا عايز اقولك ان ده أبسط مثال للزنبقة وللخزوقة اللي على أصولها. شوف النهاردة المحلات بتاعتهم، شوف تواجدهم، شوف مشغلين قد إيه عمالة من عندهم على قفا المصريين وعلى حساب المصريين اللي قاعدين في بيوتهم. دي زنبقة، بس دي زنبقة وقحة شوية. دخلك من ناحية إيه؟ جالك في الأول كده قالك والله إحنا أكلنا نضيف وأكلنا حلو وسعرنا كويس، فأنت رحت اشتريت وسبت المصري، انت سبت المحل المصري وبدأت تاكل من عند السوري. مرة في التانية في التالتة بدأ يعك في الاكل، بدأ يجيب حاجات منتهية الصلاحية واتمسكوا كتير بالمناسبة، وبدأ يرفع الاسعار بقت زيها زي المحلات المصرية اللي انت سبتها وبقت اغلى كمان، بس هو خلاص اكل السوق من المصري وشغل عنده سوري بدل المصري. دي خزوقة، بس خزوقة وقحة وصريحة، في اللي بياخد باله منها وفي اللي ما بياخدش باله منها. ففي جميع الأحوال
وجود الناس دي عندنا في مصر مش لمصلحتنا، لمصلحتهم هم. يعني شايف واحد في فيديو كده على تيك توك النهاردة، حد بعتهولي، بيقولك انه اذا كنتوا انتوا عايزين تمشوا مليون لاجئ سوري عندكم، طب ما انتوا ليكوا 6 مليون لاجئ مصري في اوروبا، وليكوا في الاردن 1.5 مليون لاجئ، وليكوا في الخليج مش عارف 4-5 مليون لاجئ، ومحدش يقول لي مش لاجئين. لا، هم لاجئين عشان لقمة العيش، احنا لاجئين عشان عندنا حرب. اصل هم المصريين ما بيعرفوش يكسبوا في بلدهم، وما بيعرفوش يشتغلوا في بلدهم، وبلدهم ما فيهاش خير. طب ولما بلدنا ما فيهاش خير، انتوا بتاكلوا وبتشربوا وبتعيشوا وبتعملوا ثروات منها ازاي يا راجل يا دغف؟ فاللي هيقول لي انه اللاجئين دول اخواتنا، هقول لك سيلفو بلاي، معلش مع احترامي لحضرتك، في منهم ناس محترمين يتحطوا فوق راس من فوق، ولكن الباقيه ايا كانت نسبتها وايا كانت عددها، عفوا واسف، مكانهم تحت رجليا. الحكومه دلوقتي في الفتره الاخيره بتعمل اللي عليها. الحكومه دلوقتي بتقنن اوضاع الناس دي، اللي بتلاقيه مخالف بتاخده تقول له هتقنن ولا تمشي، هو بقى يختار يقنن يمشي براحته. الدور والباقي بقى علينا احنا كمصريين، وعايزين نفعل خاصية التفاعل الهرمي. بعد اذنكم ركزوا معايا، انا معرفش في كام دلوقتي واحد موجودين في الشقة في البث، 132، يعني خلينا نقول انه على ما البث يخلص هيكون الرقم عدى 200 ولا حاجة، فخلينا نقول انه في مثلا 100 متفقين مع وجوب التصدي للاجئين بطريقة ناعمة. انا ما بتكلمش في اي تحريض على لاجئين او اي عنف معاهم او معاملتهم بطريقه مش كويسه. خليني بس بعد اذنكم كده، يعني من وسط 132 حد بيتفرج على الفيديو دلوقتي، اعرف مين موافق على انه اللاجئين يمشوا، سواء يمشوا كلهم او يمشي المخالفين منهم، ومين موافق ان احنا نفعل مع بعض حمله شعبيه ناعمه بمنتهى السلاسه وبمنتهى اللذاذه، نعملها نخليهم هم من نفسهم اللي ياخدوا بعضهم ويمشوا. اللي موافق معايا على الفكر ده انه احنا تعبنا واقتصادنا مش مستحمل، يكتب واحد بعد اذنكم ونشوف بس العدد ظروفه ايه. اكتبوا لي، اكتبوا واحد بعد اذنكم، كل واحد يكتب، اللي موافق يكتب واحد، عشان هقول لكم على خطه هي مش جديده بس هنفعلها بطريقه فيها نسبه ابتكار بسيطه جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ممتاز، واضح انه في شبه اجماع على التصدي للناس دي. طيب قبل ما اتكلم في الموضوع، بس عايزكم تدعوا لاختنا الفاضلة ايجي مون، لان هي تعبانة جدا. انا مش عارف هي موجودة في البث ولا لا، بس هي تعبانة جدا، ادعوا لها وتعالوا نقول لكم نعمل ايه. بص يا سيدي، الناس دي في معظمها موجودة في مصر لانها بتربح من مصر تجاريا استثماريا بطريقة ما. احنا عندنا آليتين لازم نفعلهم. الآلية الأولى هي آلية المقاطعة، وهنفعلها بطريقة حلوة برضو دلوقتي. والآلية الثانية هي طريقة التبليغ. آلية المقاطعة بتعتمد على ايه؟ الأول بس الفكر اللي احنا بنقول عليه ده، أنا هو مش فكرتي، يعني هي فكرة مطروحة ومتداولة، يمكن أنا اتكلمت فيها من زمان بس مش أنا صاحبها أكيد. يعني قايمة على ايه؟ مش ان انت تقاطع، لا، انت خدت مبدأ المقاطعة واعتمدته وشايف ان هو المبدأ اللي هيريحك من الصداع ده. حلو الكلام. طيب انا كمحمد انديل عملت اللي عليا، وصلت الفكرة دي لمئة واحد. بعد اذن حضرتك، كل واحد في المئة واحد دول مكلف من تلقاء وطنيته انه يوصل الفكرة دي لعشر افراد حوالين منه، بخلاف ان هو يطبقها يوصلها لعشر افراد يطبقوها. يعني لو وصلها لعشرة خمسة منهم هيطبقوها، فهو لسه له خمسة كمان فيوصلها لعشرين عشان عشرة منهم يطبقوها. فكرة المقاطعة يعني ايه مقاطعة؟ يعني محل باسم سوري، حتى لو صاحبه مصري، باسم سوري، محل اصحابه سوريين او شركاء فيه سوريين او من اي جنسية، محل فيه العاملين اللي فيه مش مصريين بنسبة أكتر من 10%. يعني لو المحل فيه 5 مصريين ما ينفعش يبقى جنب منهم واحد من جنسية تانية. لو فيه 9 مصريين ينفع يكون فيه واحد، لكن لما أخش محل شغال فيه 10
الاقي ستة من جنسية تانية واربعة مصريين، لا لازم ابلغ عنه وما اشتريش منه. لا ما بلغش عنه، سيبك من قصة البلاغ ده، البلاغ ده خليها اللي جاي، ما اشتريش منه، ما تعاملش معاه. اي محل اسمه اسم سوري او غير مصري ما اشتريش منه. اي محل صاحبه مصري، صاحبه غير مصري او شريكه غير مصري ما اشتريش منه. وده بالمناسبة بينطبق على البراندات بتاعت اللامؤاخذة. احنا عندنا جل المصري بسم الله ما شاء الله يفرمه يعجنه، روحوا على شركة جل، شركة جل شركة مصرية محترمة عريقة. اللي فيه عمالة مش مصرية هنقطعهم، التلات افرع دول هنقطعهم. نقولهم تاني معلش استحملوني، حضرتك هتقاطع المحلات والشركات والمكاتب والبراندات اللي مش مصرية وموجودة في مصر، وهتقاطع المحلات اللي اساميها اسم مش مصري حتى لو اصحابها مصريين عشان يتعلموا الهوية المصرية، وهتقاطع المحلات اللي فيها عمالة مش مصرية بنسبة تزيد على 10%. لسه قصة التبليغ جاية. ومش بس كده، انت ملزم ان انت تخلي 10 من معارفك يشتركوا في هذه الحملة، ولا تقل ادبك ولا تشتم ولا تغلط ولا تعمل حاجة. الناس دول ضيوفنا وعلى عيننا وعلى راسنا، بس مش عايزين نشتري منه. احنا حرين، احنا مش هنشتري غير من المصريين وبس، حريتنا الشخصية ومحدش يقدر يلومنا عليها. البند التاني بقى، وبرضو هتشترك فيه وهتخلي 10 من وراك يفعلوه، انك هتبلغ عن كل مصري اجر شقة او محل وما وداش، ما تأكدش من ان الناس اللي موجودة دي كلها اقاماتهم سليمة، وما وداش اقامات اللي موجودين في الشقة كلهم او في المحل كلهم لاسم الشرطة التابع له بحسب القانون. القانون بيقول كده، اللي اجر شقة حتى لو لمصري يروح يودي بطاقة المستأجرين للاسم، فما بالك بقى بغير المصريين. ولازم عشان يأجر يكونوا الناس اللي موجودين دول إقامتهم سليمة وإقامتهم سارية، ولما يروح يأجر لواحد يتأكد إنه العدد اللي هو اتفق عليه وشاف جوازات سفرهم وإقامتهم هم اللي ساكنين في الشقة، ويبلغ الأمن اللي موجود في العقار أو البواب أو أي حد إنه الناس دي بس هي اللي ليها حق الإقامة في الشقة اللي أنا أجرتها لهم. لو أي حد جه غيرهم اتصلوا بيا عشان هتصل بالشرطة ويفهم الكلام ده للمستأجرين. وهتبلغ على اي محل هتشوف فيه عماله سوريه، هتبلغ مكتب العمل او تبلغ مكتب رئاسه الوزراء، تقول لهم شوفوا لنا العماله دي هل هي عماله قانونيه ولا عماله مش قانونيه. هتبلغ على اي حد تشوفه وتعرف ان هو ما معهوش اقامه وقاعد بمخالفه القانون او داخل بمخالفه القانون عن طريق التهريب. القصص دي كلها انت هتعملها، ومش هتعملها لوحدك، هتخلي 10 من تحت ايدك يعملوها، وتخلي كل واحد في العشرة يعملها مع 10 من تحت ايده. لازم نملى مصر كلها. مش لازم تشير الفيديو ولا تبعته للناس، انت فهمت الفكرة فاهمها للي حواليك. طيب اسمحوا لي اخد الفكرة في 30 ثانية عشان اخدها بعد كده احطها في شورت. المقاومة الناعمة للاحتلال الاجنبي اللي موجودة في مصر هتقوم على المخطط التالي، المقاطعة والتبليغ. المقاطعة لكل ما هو غير مصري، اي براند غير مصري، اي محل غير مصري، سواء بالاسم او صاحبه غير مصري او شغال في غير شغال فيه ناس غير مصريين. التبليغ عن كل من يقوم باستئجار شقه او بايجار شقه لغير مصريين بدون ابلاغ الاسم وبدون التاكد من الاقامات الساريه لكل الموجودين في المكان. واي شقه او محل مش متاجر لمصري لازم جاره اللي يشوفه ويعرف ان ده مش مصري يروح يبلغ اسم الشرطة عشان يتأكد ان اللي موجودين دول اقامتهم سليمة واقامتهم سارية. تخش مكان تلاقي شغال فيه ناس غير مصريين لازم تبلغ عنهم عشان يشوفوا الناس دول شغالين قانوني ولا شغالين مش قانوني، عشان المصريين اللي قاعدين في البيت مش لاقيين شغل ودول شغالين مكانهم. سهلة ولا صعبة؟ اللي موافق يعمل كده يكتب 2 بعد اذنكم عشان ما انتهوش في واحد اللي فاتت. الاسعار بقت نار، فاللي موافق على الفكره دي يكتب، اللي هينفذ اللي هينفذ، انا عايز اطلع بعدد، عايز اطلع بعدد، اللي هيكتب 2 هينفذ، هيخلي 10 يشتركوا في الموضوع ده. هتقطع وتبلغ.
واي حاجه تشوفوها على السوشيال ميديا بقى سوريين سودانيين بيتشحتفوا بيعيطوا بيهددوا ما تشغلش بالك. احنا ما بنهددش حد وما بنتجناش على حد، احنا اول الف ب بنقول يا جماعه اللي احترم بلدنا هنحترمه ونحطه على راسنا. اه في ناس كتير عايزه كله يمشي، بس خلينا نمشي مع القانون ومع الاخلاق. القانون بيقول ان دول لجأوا لينا على عيننا وعلى راسنا، لجأت لي باحترام ولا ببلطجة وقلة ادب ونطيت من الشباك ودخلت من غير اذني؟ نطيت من الشباك يبقى مالكش عندي غير الجزمة، مالكش عندي احترام. هتقول لي اصلا حجري هروح على المفوضية واطلع كارت اللجوء؟ لا مفيش الكلام ده. الكلام ده لما تدخل من الشباك من الباب وتخبط عليا وتقول لي بعد اذنك انا محتاج ادخل بلدي وانا اسمح لك بالدخول فانت تدخل، تروح بقى المفوضية تقعد على عيني وعلى راسي، انت على عيني وعلى راسي. لكن تدخل تغفيل وداخل تهريب وقاعد هربان ومش عارف ايه وتقول لي انا لاجئ والحريات الاربعة، مفيش حاجة اسمها الحريات الاربعة. الحريات الاربعة دي عن طريق المطار، ان انت تدخل عن طريق المطار. اي مدرسة تشوفوها سودانية في سلطة قوية بلغوا عنها، لانه في تعميم بوقف المدارس السودانية بقالها اكتر من شهر ونص، وفي برضه مدارس سودانية شغالة وفي سلطة قوية شغالة، والناس دي بتدرس مناهج سودانية من ضمنها منهج التاريخ ومنهج الجغرافيا مخالف للمناهج المصرية، وبما انهم موجودين في مصر فهم قاعدين في السيادة المصرية اللي لازم يحترموها. هو انا شايف اتنين قليلة ليه مش زي واحد؟ الناس مش عايزة تتفاعل ليه؟ يعني انتم موافقين واحد بس اتنين مش عايزين تشتركوا؟ انا شايف العدد قليل اللي كتبوا اتنين بصراحة. مصل هي بقت كده، بقت حرب. هو بيحاربني، هو بيقول لك ايه؟ يعني شفت اكتر من فيديو لاكتر من حد يقول لك والله لو عايزيننا نمشي خلي الرئيس السيسي يقول لنا امشوا. هو رئيس السيسي هينزل هيعمل عقله بعقلك يعني؟ هينزل يكلمك ويقول لك امشي؟ لا يا حبيبي، احنا الشعب، احنا اصحاب البلد دي، وما بقولكش امشي. انا بقول لك لو انت محترم نفسك ومحترم البلد اللي انت قاعد عليها والقانون بيسمح لك بان انت تقعد اقعد. بس لو انت مش بتحترمني عمري ما هحترمك. وبعدين سيبك من الاحترام الشخصي، انا مهمنيش ان انت تحترمني كشخص، انا يهمني ان انت تحترم المكان اللي انت بتقول ان انت لجأت ليه وما لقيتش غيره ان هو يقويك في وسط الحرب وفي وسط الدمار. فطالما ما احترمتوش اوعى تتوقع ان حد من شعبه هيحترمك. وهقولها تاني واللي يزعل يزعل، اي ذكر مكتوب في البطاقه ذكر من سن 18 ل 35 طالما مش في التعليم مكانه مش في مصر ومكانه مش في اي مكان للجوء، مكانه في المعركه هناك سواء مع دول ولا مع دول. احنا عندنا في مصر شويه من الجنجاويد بالهبل، عندنا في مصر ناس من الدعامه، عندنا في مصر ناس من اللي بتدعم الافرو سنتريك، عندنا في مصر ناس من اللي بتدعم الاخوان سواء مصريين او سودانيين، سواء سوريين او سودانيين، اخوانجيه كنا بنشوفهم كتير جدا وعارفين افكارهم، ولما اتكلمنا معاهم وناقشناهم لقيناهم في الطراوه ضد الدولة المصرية قولا واحدا. بس هو في مصر قاعد عشان مصلحته مش عشان هو بيحب مصر. ولا الشحتفة بقى معقولة هنمشي ونرجع سوريا؟ ولا هيوحشني بيت اللي في مصر؟ ولا هيوحشني صحباتي ورفجاتي اللي في مصر؟ ما بناكلش من الكلام ده، 14 سنة كفاية كفاية. أصل بشار هيقتلهم، أصل بشار هيسجنهم، أصل بشار هيدخلهم السجن. يا بدل اكتر من 10 مليون سوري بره البلد لو رجعوا مره واحده قسما بالله بشار يعملها على نفسه. هتقول لي يقبض عليهم ولا يسجنهم ولا يحبسهم ولا يدخلهم جيش؟ هيجيب لهم اكل وشرب منين سواء في السجن ولا في الجيش؟ ده هو قاعد كده ريح دماغه وهو على فخاده. لا ما هو مش واحد لمؤاخذه كريمه وواحد يلبس الجريمه، احنا مالنا؟ هو احنا اللي ولعنا الدنيا في سوريا؟ وخلي بالك انا بدي الحق جزئيا للسوداني اكتر من السوري بما لا يقاس. يعني السوداني حاجه حصلت من سنه وهم شايفين ان هم مش هيعرفوا يعيشوا او مش عايزين يعيشوا في المناطق الامنه عشان خايفين ان هي برضه يحصل فيها حاجه بعد كده وما تبقاش امنه فجاء مصر. ده لسه الموضوع من سنه. سيبك من السودانيين اللي عندنا من الثمانينات لان دول ناس سكه تانية، ناس بقالهم 30 سنه عندنا ما شفناش منهم اي حاجه وحشه. انت بتخرجهم فين يا عم الحاج؟ انت بتخرم عندي في الشقه وانا مش واخد بالي؟ ده ايه اللي بيخرم ده؟ لا اله الا الله.
لكن اللي جم من سنه دول يعني ادي شويه منهم الحق. اه الدنيا عندهم مش متظبطه وممكن الاماكن الامنه النهارده بكره ما تبقاش امنه، بس خلي بالك دخلك من وسطهم مصايب. انا بقول لك دخلك منهم دعامه، ودخلك منهم ارهابيين، ودخلك منهم افرو سنتريك، ودخلك منهم اخوان. عشان كده لازم تقنن اوضاعهم، ولازم تبقى الدوله عارفه كل واحد فيهم بالاسم وبالتاريخ كمان. الراجل ده كان تاريخه كذا في السودان، واللي تاريخه مش مظبوط يمشي. انما التانيين اللي بقى لهم 14 سنه جبلات جلدهم تخين ما عندهمش دم، صفر صفار، ما وردش على حد، عمره ما كان في سوريا يكسب المكاسب اللي بيكسبها هنا. انت بتشتغل على شعب 110 مليون، واخد بالك؟ وانا عايز اقول لك ان سوريا اصلا رخيصه والارباح فيها قليله. يعني الجماعه اللي راحوا لبنان فيكوا عارفين انه لو محتاج يجيب حاجات للبيت كتير وبتاع، لا يعدي الحدود ويروح يجيب من سوريا، هيبقى ارخص بكتير. فالدنيا هناك في سوريا ما بتساعدش ان الناس تعمل ثروات، فهم عندهم في مصر هنا عشان بيكسبوا. انت بقى وقف لهم المكسب ده، فعل معانا بقى المقاومه الناعمه، فعل معانا المقاطعه، فعل معانا التبليغ. ده حقنا يا جماعه. برضو اتنين مش عاجبني، لا اتنين برضو مش عاجبني، يعني لسه ناس بتكتب واحد ومش ما شافتش اتنين وما اتكلمتش على اتنين. لا انا عايز اتنين، انا عايز اطلع بمئة واحد من حضراتكم النهاردة جاهزين بالفعل ان هم هيبقوا من النهاردة يتعاملوا بالمعاملة دي، ويقنعوا عشرة غيرهم ان هم يعاملوا الناس بالشكل ده، ويبلغوا عن المخالفين، وكل واحد من العشرة يقنع عشرة، وهكذا. عايزين التسلسل الهرمي لحد ما نوصل للمئة مليون مصري. وهقول حاجة تانية، الناس دي احنا ملناش تعامل معاهم غير قانوني. احنا صباح الخير، مساء الخير، سلام عليكم، وعليكم السلام. محدش يتعرض ابدا لاي حد موجود في مصر، ده مش شغلنا، ده شغل السلطات الحكومية، الداخلية بقى، الجيش، القضاء، القانون، مكتب العمل. احنا كشعب ملناش دعوة بالقصة دي خالص. اوعى تختلق اي مشكلة مع اي حد موجود، بالعكس خليك ودود معاهم، طلع لهم المصري الطيب الحقيقي من غير اي تزلفات. اه انت متضايق من وجوده، لكن برضه هو اكيد عنده نسبة من الدقيقة ان هو مش موجود في بلده، فانت تقبل ده. انت تعمل اللي عليك وبس، ما تتعرضلوش وما تتحرش بيه وما تضطهدوش، وما تعودش تقول فلانة هو فلانة هو، امشي من هنا وما تمشيش من هنا، لا لا خالص. انت شفت حاجة غلط روح بلغ عنها، السلطات المصرية هي اللي تتصرف. انت شايف واحد عرفت انه قاعد من غير اقامة بلغ عنه، شفت واحد مأجر مكان بلغ عنه، شفت واحد مش مصري شغال في مكان روح بلغ عنه، لكن ما تكلموش، ما تقولوش انت شغال هنا ليه، ده مكان اللي مالكش دعوة، مش قصتك، مش قصتك. انا عايز اشوف اتنين ده يعني اللي مقتنع بالكلام ده وحينفذه ويطبق. يا ابني بس يا ابني خرمتلي دماغي يا ابني، الله يخرب بيت سنينك. خلاص اتفقنا، استبينا، على بركة الله، توكلنا على الله، يا احنا يا هم بقى، بالقانون وبالأدب وبالأخلاق ومن غير أي استقصاد لأي حد. زي ما قلتلكوا الناس دي ضيوف عندنا، فنعملهم بالقانون وبس. انت لما تبلغ القانون يشوفه مخالف، اه والله تعالى بقى وضعك كذا كذا كذا، تقنن، تمشي، تعمل، تسوي. لا يا سليم يا عم اقعد زي ما انت على راسنا. فاي حد بيحترم البلد دي وداخل بطريقه شرعيه وشغال بطريقه شرعيه ومقيم بطريقه شرعيه على راسنا من فوق. بس يا ريت الناس اللي بقى لها 13 و14 سنه كفايه كده، وقصه الجواز ومش الجواز والاونطه اللي بتتعمل والمكاتب بتاعه المحاماه والمحاسبين اللي بيعملوا شركات وهميه وبيدوا للناس جنسيات، اللي تعرفه بلغ عنه. طبعا طبعا لازم تبلغ عنه، لان ده أقذر من اللاجئ. إذا كان اللاجئ عايز يقعد عندك يثبت نفسه بأقل المبالغ، فهو في الأول وفي الآخر بيدور على مصلحته. لكن القذر المصري اللي بيسهل له ده بمخالفة القانون أو بالتحايل على القانون أو بالتلاعب بالقانون، فده واطي بيبيع وطنه، ده أوطى منه بكتير، وده بقى اللي يستاهل المحاسبة ويستاهل الترحيل معاه. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا مفيش نزول. نزول ايه؟ في ناس بتقول ان احنا نضغط على الدولة، استنوني بس معلش، في ناس بتقول نضغط على الدولة ونعمل عصيان عام وننزل وبتاع عشان خاطر الدولة تمشي اللاجئين. لا اوعى اوعى،
اوعى اوعى تفكر تنزل الشارع تضغط على الدولة. دولتنا ولا بيتضغط عليها ولا بيتلوي دراعها. دولتنا بتتابع كويس جدا اللي بيحصل في الشارع وبالسوشيال ميديا، وبناء عليه بتتحرك. اوعى تنزل تعمل اي حاجة في الشارع، ما تلومش الا نفسك، لان لو ثلاثة نزلوا هيضم عليهم سبعة من بتوع الاخوان اللي مش عارفين يعملوا مظاهرة ولا عارفين يعملوا ثورة، وهتبقى الدنيا هيصة وتخريب وضرب وناس تقع وناس تموت. اوعى تنزل الشارع تضغط على الدولة، الغي الفكر ده من دماغك اساسا. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.